هاي قناع جاي فوكس الأبيض مع ابتسامة واسعة مرتبط بيوم 5 تشرين الثاني 1605 التاريخ يلي بيرمز للقبض على جاي فوكس وهو أحد أعضاء مؤامرة البارود خلال حراسته لمتفجرات انحطت بأبو مبنى البرلمان البريطاني. وكان فوكس عم بيخطط لإشعال براميل البارود لما يجتمع الملك البريطاني جيمس الأول واللوردات والأعيان بالبرلمان، ولكن تم اكتشاف المؤامرة عن طريق الخيانة وتم القبض على المتآمرين وإعدامهم، وتحول وجه جاي فوكس لقناع شهير للتعبير عن الثورة ضد الأنظمة يلي بيلبسوا القناع بيخفوا هويتهم. وعيد إنتاج القناع سنة 1982 برواية V for Vendetta ونال شهرة واسعة سنة 2006 لما تحولت رواية لفيلم. مين قال إنه القناع منع بعدة بلدان من بين البحرين والإمارات العربية المتحدة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.